يعني انت ما بتلحقش تسمع بقيه الحكايه. ولا انا جاي لك ليه؟ عايز اي منبه كده اخده عشان اكمل الحدوته. فعلا معاك حق يا عباس، لان خطر جدا ان قطاطة تخترق حكايه تكون احداثها من خلال اخلاقها وسلوكها. ايوه بس انت اللي شرط عليا بكده. ايوه بس انا كمان كنت متصور انك هتقوم بدور الرقيب اللي يوزن الكلام اللي بتقوله قطاطة قبل ما يدخل ودان لميس وتسمعه وعقل هيقبله، لكن طلعت انك بتنام من اول الجلسة. عليه العوض ومنه العوض عليك يا لميس. ده ايه المعلومات الجامدة دي؟ ده ايه المعلومات التحفة دي؟ في معلومات كده برضو، المعلومة ماسكة نفسها وفي ثقب الدليل. نعم قصدي دي يعني المعلومات دي يا أستاذة ثانية هتكون بداية انطلاقة لدفاع متين يضحضح كل الشبهات. ويضحض دي جاية من فعل ضحضة، ضحضة يضحض، نضحض كل الشبهات ويبرئ الست قطاطة بإذن الله. أنا صليت صلاة استخارة وقلبي انشرح، نمت على جنب اليمين وحلمت حلم جميل، شفت قاضي جاي من بعيد لابس احمر فاخضر ووشه بشوش بيضحك، قال لي يلا يا رامي دافع يا رامي اكسب القضيه يا رامي، وقمت من النوم. بسم الله ما شاء الله، قلبي انشرح وقلت لازم استأنف. بقى انت صليت الاستخاره والقاضي بسك من قرطك وقال لك يلا يا رامي خش يا رامي اكسب القضيه على طول. ايوه في حاجات تانية حصلت في الحلم بس مش هينفع احكيها لانها كرامات للبني ادم. مال الاستخاره ومال الاستئناف؟ مالهم؟ مالهم الاثنين دول ببعض؟ يا شيخ رامي الاستئناف بيبقى خلاص في حكم الفرد بالنسبه اللي اتقبض عليه واتسجن ظلم زي الست قطاطه. لا اسمحيلي، الاستخاره دي في اي فعل يقدم عليه البني ادم من حقه ان يصلي استخاره، وبعدين انت بتحبطي من ادائي ليه كده؟ اتفضلي اتفضلي شوف انا عملت ايه. اسمعي، من حق من يتم الحكم عليه في جنحه نصر ان يتقدم بطلب لمأمور السجن المحبوس به لتمكينه من الاستئناف ضد الحكم الصادر في حقه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام. معناه إيه الكلام ده؟ كنت بتسأل أنا معناه إيه؟ لا أنا بستشهد، يعني معناه إيه الكلام ده؟ أجاوب أنا بقول لك معناه الكلام ده إن إحنا من حقنا نستأنف في القضية يا ست ثانية. أيوة أنا فهمت، وأنا العظيم فهمت يا شيخ رامي، قصدي يا أستاذ رامي، فهمت إن ربنا يعوض علينا براءة الست قطاطة. حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ فيك. ليه بس؟ لان العشر ايام عدى اول امبارح. شفتي؟ يعني انت لو كنت جيتي اول امبارح كنا استأنفنا القضيه، لكن كل حاجه رامي 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 ما تبصش لتصرفاتك يا ثانية. تصرفات ايه؟ هو مش انت القاضي وده شغلك؟ انا قاضي ايه؟ انا المحامي وده شغلي. انا اسف يا جماعه، مفيش حاجه. خلاص يا ست ثانية، ادام انت شايفه كده انا اقعد مع نفسي. وهستأذن. والقهوة ما شربتهاش، راجع نفسك يا سمية هانم. ست قطاطة، ست قطاطة، انت يا ست قطاطة. الراجل صاحب ميتها، انت مش صاحب ميتها؟ عايزة ايه؟ قومي وفوقي كده وطرطقي ودانك واسمعي على اللي هقولهولك واللي شفته واللي سمعته. من ده ايه ده حصل يا ميس؟ شفت محصورة وقاضية وشوية الدلاديل بتوعهم عمالين بيتودودوا في السر، وقالوا ايه؟ قالوا سلامات كلها يومين وتشرف على هنا. ده بس؟ ايوه. وانت يعني جاي تبلغيني خبر حلو؟ كانك بتفرحيني بفرح بنت اختي. يلا قومي يلا يلا انت يا جماعه. اصبري لما اكمل لك اللي عندي. كملي ايه؟ كملي.
قالوا ان سلامات جايه وناويه على الشر لوحدها هنا في قلب السجن ومش هيعدي يومين يا تكون انتحرت يا اتجننت. جينا بلخبطك ولخبط رجل فيني كده مش مننا. الله وانت زعلانه ليه؟ مش انت بتقولي عليا ان انا هتجنن اهو. الله مش انت اللي عليكي القصد والنيه، هما كانوا قاصدين المعلمه ام ياسر. ام ياسر؟ ايوه يا اختي ده موضوع جديد ده. شفتي واحدة غيرك كانت تبوس ايديا بدل ما انت عمالة تقتتيني كده. من رياك علي يا اخت حركة ده يزعيني كبوسة يزعيني دكان بامسي امسي وعاتي قلبي ولا بك. تعال ده عايز معين. ايه؟ تعال دكتور. يا عباس مش كده ابدا ما يصحش عيب. انا ما عنديش وقت مش فاضي. مش فاضي انت بتعمل حاجه؟ فهمني بس دلوقتي ايه، انا عايزك تركز معايا قوي. اعتبر ان ده مثلا كشف مستعك، كشف خصوص، كفت طلباتك وجاب على ساعه حاجه سخنه، عايز بيبسي، شاي، قهوه، سجاير، شيش، اي حاجه في الدنيا. المهم ما تتنقلش من قدام المنظور ده. انا عايزك تراقب بطاطا في كل حركه بتقولها، وعايزك تسمع كويس قوي الحواديث اللي بتقولها اللميس والاثار السلبيه التي قد تكون في هذه الحكايه على البت لميس. فاهم يا عباس؟ بس 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 هي هي قطاطا دخلت. بص الورد يكون بكل وكسر الجلال وزمعنا انت نزل ده منا يا ده الاسمراني. قطاطا شكلي كده صح؟ ايه ايه دي؟ مش دي؟ ايه دي مش دي اللي هي ايه؟ هي دي مش دي وخلاص. ايه يا قطاطه ده اسمك؟ اسمي ايه؟ انت يا اختي اسمك عليك دي؟ كنت بتشتغل مزرع ولا صحراوي؟ صحراوي ايه، انا كنت في الناشونال سيستم عادي. ناشونال نسل وسيستم؟ نسل وسيستم؟ هو ايه نسل وسيستم دي؟ كنت ناشونال؟ عادي كنا اولاد وبنات مع بعض. دخلي؟ اصلاحيه يعني؟ اصلاحيه؟ مد... لا مدرستنا كنا اولاد وبنات مع بعض يا قطاطه. ايوه ولاد وبنات مع بعض. ايوه بس بس اصلاحيه. ايه بقى انت عملت التريقه عليا وما قلتيش ايه الغلط اللي انا عملته ده؟ هو انا كان ايه الغلط؟ ها فين اللوحه؟ اهي اللوحه. ايوه هي دي. ايه بقى الغلط؟ الغلط في دي انا اسمي ايه؟ مش كده اسمي؟ اسمي ايه؟ قطاطه. اسمي ايه؟ قطاطه. ايوه طب دي مكتوبه ايه؟ قطاطه. شفت بقى قطاطه غير قطاطه. طب يعني اعمل ايه؟ دي مش دي، دي عايزة القاف غلط. ايوه ليه؟ القاف غلط. ماشي دي بقى غلط. عايزة بصي عايزة واحد واحد كده ماشي؟ ألف ماشي واحد ألف. عايزة واحد عالم ده. عايزة واحد وفيها حمزة. حمزة؟ حمزة مين؟ حمزة قصدك همزة. همزة اللغة العربية همزة؟ همزة اللغة العربية؟ اه همزة. ماشي طب ممكن تيجي ليه همزة الكلب؟ ايوه صح كده؟ كده انا عايز اركض بكده واقفه. قطاطه انا مش عارفه. طب بليز تيك ذا بين اند رايت ات. قطاطه تيك ذا بين اند. قطاطه خدي كده. انت بتعملي حاجه؟ قطاطه امسكي القلم واكتبيها. انت بتكلمي جد؟ ايوه بقول لك تيك ذا بين اند رايت ات يعني امسكي القلم واكتبيها. مش بتكلمي من الجديد يعني؟ معلش خلاص. ما انت بتعملي شغالي ماسكه قدامك موتة بتاعت المزيكا. اعمل ايه بقى؟ يلا اكتبيها بقى. أكتب؟ اكتبي لي الألف. ماشي بدا ألف أهو. قطاطة ماشي بقى. هو أنت مدرستك كانت ناشونال برضو ولا أي جي ولا أمريكان ولا إيه؟ إيه قطاطة مدرستك كانت إيه؟ بتكلميني؟ أيوه. لا مدرستي يا سلام يا كانت مدرستي، إحنا كنا أول مدرسة اتنشأت في التاريخ. دي كانت مدرسة مدرسة رع. يعني كنتوا ولاد وبنات برضو؟ ما كانش تفرق لان في الفتره دي البنات كانت شكل الرجاله بالظبط مش فارقه يعني. وكان بقى ايه الوضع على مقامك، كان حته كان في كده سور طويل كبير وفيه سلك وفوق السلك فيه ابراج وفيه عساكر واقفه كده اهو هنا وهنا وهنا ومسكين بنادق والمعمور قاعد في قلب القبه والعنبه بتاعته كده واللي كان يتأخر يا خبر اسود ايه؟ أول ما يخش على الباب كده وهم متأخر وهم ضاربينه بالنار يموت. أنا عشان ما يعملش كده تاني. يعمل كده تاني ازاي؟ مات قتلوه قتلوه. أيوة بيجوا بقى تاني يوم بيجي بدري عشان ما يموتش. طب وأنت اتأخرتي قبل كده؟ مرتين. موتوكي؟ مرتين.
دي مكيدة. انتي تضحكي عليا واقول لك في كلام نسوان في الليفنج. ايوه طبعا ما كلام نسوان في الليفنج. هو في كلام كده؟ ما تيجي ناكل بقى. انا جعانه قوي. عايزه ايه؟ هتيجي بطاطس، بطاطس مسويه محمره. ماشي ماشي. وهتيجي يا ايه يا عمو الله، كانت فين الكبيره دي كلها لما حدفتونا عند باشرم هناك؟ ككبش في ايه ده يعني؟ ايه فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده؟ انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا، كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده؟ واد الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته. مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنه عليك ايها الليمبي. طب لك حيتني يجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا ليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. خليك. مرحى مرحى مرحب بيك ابو منى. ابو منى على دماغي. ربنا يخليك ابو منى حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى، مخدرات وميه هتبقى نازله يعني عشان كفار كفار يعني. مين على جهن؟ ايه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم، ما هو قاعدين. ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الآن عبدا من العبيد، إنه من صلبي وحفيدي، وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي بن باني مهروس. أباه عمو. يلا بقى قول لي بقى، كنت فين عشان عايز اعرف؟ اخبرني قارئ الطالع. يا عمو، هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنه اخي هند، وعليك ان تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني، طب انا يعني عايز اتجوزها بعمل ايه؟ يا قوم. أوه. ساخدمك ساخدمك. هتخدمني ايه بس؟ ساخدمك. يا قوم، لقد طلب مني الليمبي الان. ايوه. يد هند ابنه اخي، ولكنني لم ارد عليه وساسال هند. يا عم لن ارد عليك ايه؟ وانا بكلمك في الموبايل. سيبنا انا ازيع هذه الفكره. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند، وسنتزوجك سنتزوجك. وصدي صدي صلي النبي، صدي صلي ما يصدي، صلي أبو أرمني، صلي أمو الهدية، صلي عالقدر عالقدر عالقدر، زرخة بعدت اديك قاطرها، عالقدر شيلينين 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 شيلينين، و
وقع مني الحسه دي هي دوروا معايا بنتك حلوه انه يشكل خطرا شديدا على الهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من اغاني، انه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف امامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. واحد يا هن امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك. اسمها بخ بخن ابن عمها عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عمها ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هن اننا سنتنازع ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هن. نعم يا عمه، لقد دعاني للخروج. رأيت المياع في الكلام؟ والله يا عمه سأخذ هنودة ونتنازع قليلا بالخارج. ايوه تقول شباب بقى، وانت عارف بقى وحركات بقى، وشيطان شاطر وانت سيدي الكفرين معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر، لا نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أن تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عند. هل تريد اي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عند عضنا البعض احنا الاثنين. حس انت مش مبسوط، مش فاهم منفصل بقي. لا افهمك، ولكني سعيده بكلامك. اليس ما تقول هذا كلام؟ كلام. ما انا كنت بتكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظه، تتجاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي. نعم. أغفني أغفني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى وسخ بقى، بطلوا وسخ بقى. ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا دي يبي إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بينا لا تفعل ذلك. في واخدة بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيشو. لمبي لمبي ساكن عم عبده، كان نفسي اخدك بقى على المقطم كده وفرجك الميعادي. ها واخدك على الدائره اللي اتسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطه الطريق. المحافظ بتاع قبيله قريش عندكم فشل. اغفر لك. لا انا مش نبي ولا اله. يا حرامي يا حرامي. سؤاقه حرام ده سر الشعرية بتاعتي. هي لمبي اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. ايوه. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا ايه عايز اتكلم معاكي في المستفيد. ماشي؟ عشان يبقى خير في سلامة. وقولي لي ايه بقى؟
قدير دي ايه بقى؟ ماذا؟ سلامة في خير وقدير دي خير بسلامة. حسنا فهمت، كلما تقول شيئا يجب ان ارد لك بنفس الوزن والقافية. كلام شنين، كلام شنين، يعني خير في سلامة؟ وسلامة في خير. حلو يا عبود، الوقت بقى انا رحت لعمه هريتة واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق، بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه الطرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعمل ايه؟ كم كنت يا لنبي سعيدة عندما حررتني من أيدي زيدون اللئيم وأنقذتني من أن أكون له أما ونجوت من الأشرم وعدت لنا سليم. أيوة أنت هتتجوزين أنا هتتجوز الأشرم. بالطبع يا لنبي. أيوة. أو كيف أرفض، أو كيف أرفض يا ابن الكرام الطيبين، أو كيف أرفض يا ابن الحسن المحسنين، أو كيف أرفض أرفض أرفض. يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز ايه؟ عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم، خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وانا سأعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين ولا انتوا هتجيبوا المدافن؟ لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترن؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالنا لمبي؟ لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندا يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي، لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عمك 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، او بومبا، ها؟ تكون في اذن صرف قلب الخيمه كده يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفه الدخله؟ نعم اعرف. انا كنت مع شباب كوريج وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلس وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عرف الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عرف الطفل بيجي ازاي، ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه يجلس وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. أيوة يعني من إيه يعني؟ أنت بتنفخ وتجيب العيل إزاي؟ طعام الزعرب. طعام إيه؟ طعام الزعرب ينفخني وأنجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. أمه زعرب؟ نعم. الزعرب طعام الزعرب ينفخ وأجيب عيل؟ نعم عمي هريسة، أمه أنجبته هكذا. أنجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبي الزعرب. أنت مكسوفة من إيه؟ ده إحنا بنتكلم بشوية خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها؟ امك جابته من زعرب واحد، انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزعربين. ليه؟ ايه يا ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا، انصري الى الكرم. نو نوك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام
وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ماذا؟ ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج، والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عم انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهة. الالهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن درانا واحد. الدران هنا بخمسة وعشرين جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى، ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوة. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ في مبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت اضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما تسمعوني بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج في حيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. هيون. بقولك ايه، فهمنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليلة الدخلة. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش. كده ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليلة الدخلة. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده؟ واضح ان انتوا عندكوا مفيش تربية. البنات شاردة كده وصيحات. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وانت تعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالى. ونعم التربية يا هند. مش مشاكل، انا هجيلها السجن ولا هتفرق معايا. تاتا يا تاتا وحشتيني. تعالي هنا. تعالي يا تاتا، تعالي هنا. ماشي يا موزه. تعالي يا موزه. اقعدي. هادي يا تاتا يا ستي. ازيك جدو؟ يلا يا جدو. يا 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 تاتا، هنا هنا هنا. تعالي هنا هنا هنا. لا ده جدو. حسبي حسبي. يلا يا جدو، انت هتفضل قاعد معانا كده ولا ايه؟ يلا روح. لا ايوه، هتنين عليها حتى هتنين رز بلبن. نعم رز بلبن. حاضر. وما نرية. حاضر. يلا بسرعة، صنعنا جعانة. حاضر.
ازيك يا موسى؟ ازيك يا قطاطة، وحشتيني. عامل ايه؟ الحمد لله. وعايزين عصام. هو مشي؟ مشي مشي خلاص. ماشي، كنت عايز برضه اجيب بطاطس. خلاص هيجيب لك، وحشتيني يا قطاطة. عامل ايه؟ الحمد لله. وبيت الخدامة مدعولة، عامل ايه؟ كويسة. كويسة؟ يا رب ما اكون كويسة ابدا. خرابي؟ عينك على الباب وتقف هنا، ما تتحركش لحد يدخل المكتب ولا حد يخرج منه، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. وحش واقف. شفت اللي حصل ده عبرس؟ اللي حصل؟ شفت وده بدل ما صدقت ان اسمه عبرس بالسجن عايزين يودوه ويقولوا عبرس 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 وعدله المخدرات؟ ايه ده؟ ان اسمه بتتكلم في السجن وتقول عبرس وعدله المخدرات عنده؟ ايه يا قطاطة اللي انت بتقوليه ده؟ فلا لا لا فعلا. ما كنت قبل التفتيش كنت بتعبين دوشة كده هنا في السجن. لا يا قطاطة ما تقوليش كده، ما فيش الكلام ده خالص. طب هو ما بياخدش معاه في الا دي؟ كل الحكاية ان عنده بس شوية تفتيش وشوية قلق وكل حاجة ترجع زي الأول، فهمتي؟ يعني هو مش هياخد إعدام؟ إعدام؟ ما فيش إعدام خالص يا قطاطة، ما فيش. يعني دي إشاعات؟ أيوة إشاعات. يعني ما فيش حاجة من دي؟ لا ما فيش. طب وأنت جاية هنا ليه؟ جاي عشان الحدوتة. حدوتة؟ حدوتة ايه؟ حدوتة الليمبي. حبيبي حبيبي اهو جاي اهو بحضر الكلابسات بإيد جده. هل أعجبك العرس؟ أقشطة؟ ده انت اللي قشطة. بقول لك ايه؟ ابغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات اكون عارف. قشطه يا جوز. قشطه يا شجره. قوم. انا رجليا وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودا اللي انا فيها دي. انا رجليا دابت من الوقفه والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله، كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. موتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مذله. اركع يا لمبي. شجر عيب الناس والرجاله كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي الليمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي، يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفضل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشاب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب الصوان، وطبعا
المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين ها وقاعده وحجرين والصباحه وهي ترقص وكده. يعني بقى ليله الدخله لو انتوا عارفين انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر ام الدنيا حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخله قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس نعم؟ لويس قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس يا عم هو كل شويه غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس انه ايوه قلت بقى لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش البايه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط. نسيب لهم الايه؟ الساحه مفتوحه. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ المنصوره. المنصوره هيخش على المنصوره كويس. احنا هنفضل الشوارع ونفضل الحواري ونفضل البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضه مقشره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي. انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجاله وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقه واحده وخلص. الله. وشعب المنصوره هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم في الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حله جزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا وهيجيلنا مسافه السكه يخش يحرر المنصوره ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش سلطان البلاد! عاش سلطان البلاد! عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تظبط. ها والايام ايها الشعب الكئيب العظيم انصرفوا انطلقوا عيشوا في بلادكم بحريه. ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، اما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبره لكل من يعتمر. هيا يا العمل انتشروا بقى يلا. بس يلا يا عم طب هو لا اله الا الله يا عم طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده نطلع انت هو لا ما يلا يا ابن انت هو يا ولاد يلا يلا انت هو يلا يلا ما يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعة ان هو اللي قتل وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته. ده مش عارف اي حاجه. ده بيقول لك لويس والخميس وبوليس وادري مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش. ها والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي ازاي؟ يا تربال انت عندك مشاكل كتير قوي. انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات انت فين يا زينات. وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوجي الخائن هذا اللمبي؟
كل شيء بمعاد يا تربان. قلبي سينفجر من حبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربان. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا دلتا برا. ايه يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاتنين عرش واحد دقيته عندي وعندك. اه يا شجرة احد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطه. فستان. فستان. فستان يا معذر. بفكرك عايز فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوا لي عمنا. ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مداليم؟ بس يعني اهو اديني قاعد زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، واديني قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر طيبين. انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين، انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين. اللهم حصلك، اللهم بشر، اللهم فكر. انت دار جايين، انت دار، انت دار. خلي بالكم الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي، من دولك الحكام بيتعبوا بيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو ولا في اي حاجه خالص، مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. إذن اذهب اقعد كلب ودخلوه. ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازاي كلمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار. مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر ما انت جواسيس. ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس يا معلم. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريسة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك. وكده كده. ايوه. هتعرف طريق الكنز مدام ظهرتلي، ويبقى أجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ انت واخد البلد ورايح على فين؟
لا لان بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين. اللي راح على فين ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت، لازم نتصرف باقصى سرعه جدا ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه. ليه وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. ما انا ظهرك ما انا شايفه، انت هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل. ها في بنت هنا من الجواري. ايوه. بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجأة زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه. اشاعه سمعتها من سنين وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص، وكنت عماله اقول لها ايه يا بنت دي، ايه دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي؟ مالها البنت دي؟ لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب والانسه الاميره شجره الرز دي هعمل فيها ايه؟ احشيها في صباع محشي واظبطها ولا اعمل ايه؟ شجره رز ايه؟ وانت ما بتفهمش اي حاجه؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها. ايوه. يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. يعني ايه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءه. ايوه. خلاص يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابله كده وفي السكرت، ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوه عشان نظبط بقى الاوضه. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه. اسمع. ايوه المهم انا سامع اهو. اسمع يا عم. ما خلاص هو اسمع. اسمع ما تقول. اسمع لما اقول لك قول لي. اسمعني كويس. ليه اتفضل. انا حاربت مقابله بينك وبين البنت دي. خلاص انا خدت ده كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سريه تامه، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجره الرز باللي حصل عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسه بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبه، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشيف. ده كل المحروسه عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغايه اللحظه المناسبه يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هم بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضياف انت، ده انا المملوك هضبه والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعده رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راس ونقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مساله السلخ دي سيبوها عليا انا. انا هعرف ازاي اكسر سمه واخليه عبره لاي تعبان يفكر يقرب من قصر الامير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكم يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ليه.
هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر بقتلك. أخيرا لقينا لوحدنا. أنا عمال أشاور لك وألف حواليك وأقول لك الدبانة اللي في كتفك دي الدبانة صح؟ طب بص بقى المفاجأة، أنا حواليك حاجة عشان تعرفي إن إحنا الاتنين من دم واحد. بصي. أنت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر، يلا اطلع. في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش كواسيس، أنا اللي بقول لك. أنت مين؟ اتكلمي تاني كده؟ أنت مين؟ هو أنت اللي بتتكلمي ولا؟ أيوه. لا والنبي. إيه؟ انت محروس. يا ست محروس مين؟ انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك ايه، عايز اسالك سؤال. هو انت الامير الزينات حكمه العرش اللي هتعرضه المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ حظك يا مصر. يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت ايه بس؟ اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك عشان خاطر تمسكي العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده، بس امانه عليكي تطلعيني براءه لان هم مورطيني في جريمه كده طربال وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جاي بالمفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هارسه ده واخد بعضه وامشي على السيده زينب. انا تعبت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتبط. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان. يعني عيش حرية حلاوة طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايه الوضع؟
وانا النهارده جاي اكشف لكم عن الحنوضه اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضه. واحكي لكم قصه قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنه وانتم طيبين. لمبي اسكتي ايتها الشنطاء. عاش السلطان اللمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمه. ايها الشعب، لقدت له تربال التي استكردته الملكه، ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنه وهو طيب، فقد طعنه طعنه ويا لها من طعنه، ثم طعنه طعنه اخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنه غادره، فقد لفه وطعنه طعنه في الببو. وما ادراكم ما طعنه الببو؟ انها طعنه مؤلمه تاتي بالبواسير، وانزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وليكم شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا اللمبي الخان. اقتلوا اللمبي الخان. لا والله ما كده، ما تصدقوش ده كذاب. والمصحف ده كذاب. انت والله ده كذاب، ما تصدقوش يا جماعه. انا غلبان، انا مش من هنا يا جماعه. والنبي انا من القلعه وسيده زينب، بعمل طعميه وفول وطين جنب خلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. انا ويا ويا الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكلمه. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي. شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه جري ده؟ اخيرا ظهر الحق. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشرق. اضربها بالمبقاه، حطوه في الثلاجه. عاش الامير لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامه. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ انا هو يا حمامه. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين زينات؟ فين؟ زينات انا هنا يا حمامه. هي وحلاوتها ايه؟ امال فين الليمبي؟ ما انا اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا اهو يا حمامه. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر، ما هخلي بالي. خلاص قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا ليمبي. يا عم خلاص عرفت يا عم. ده الحرب يا عم. الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثه عرفت. التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا اخي ده موت. ده خلاص بقى. ده انت سعيد قوي، زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار.